الحقيقة إنه الشعب بيقبل إلقاء نظرة الوداع على سيدنا الحبيب، جثمان سيدنا الحبيب نيافة الحبر الجليل، مثلث الرحمات، أنبا داود، أسقف المنصورة. وإحنا برضو بنوالي كل اللقاءات الممكنة من كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالمنصورة، مقر المطرانية، عشان حضراتكم تبقوا معانا وأكبر قدر من التعزية نحصل عليه، ونطلب أن يكون لنا سيرة مثل هذه. قد كده الآباء يعني قالوا كلام مش متحضر ومش متجهز وبسيط، لكن شوفوا واضح أنه فضيلة زي فضيلة العطاء كانت يعني قوية جدا في حياة هذا الرجل، هذا القديس، هذا البار، أنه يعطي حاجته الشخصية لأب كاهن يحل مشاكل بنفسه مهما كانت صغيرة، يذهب ليبحث عن الشباب البعيد بنفسه. عزيز داود مراسلنا في المنصورة، أهلا بيك مرة تانية في لقاء. اهلا بيك زميلي ايهاب. استكمالا لما بدأناه، هيكون معانا دلوقتي ابونا تدرس انور كاهن كنيسه ماري مرقس بطلخه. قدس ابونا بنعزي قدسك، ربنا يدي قدسك التعزيه ويدينا جميعا. طبعا قدسك سيدنا عرفنا ان في اخر ايامه كان في كتير من الامراض والعناء اللي واجهه، ومع ذلك عرفنا ان هو برضو كان بيقابل الامراض ديت بالشكر والمحبه. كنا عايزين نعرف من خلال مجاورتك لسيدنا ازاي كان سيدنا بيتعامل مع المرض ومع الخدمه في نفس الوقت. هو تحمل صليب المرض بشكر عجيب، مش حاجه واحده بس اللي كان بيعاني منها سيدنا، الحقيقه مجموعه امراض كان بيحملها داخل هذا الجسد الضعيف، ورغم الضعف اللي كان فيه لكن كان بيجاهد بشدة وبيقصو جدا على نفسه وحنون مع الآخرين، يعني يبقى شديد جدا مع نفسه رغم صحته ومتدهورة، تلاقيه شديد جدا مع نفسه في تنفيذ القانون الروحي لازم ينفذه. كان يقول حتى في القداس يقول كل المزامير الخاصة مثلا بصلاة الساعة الثالثة أو الستة، كان شديد جدا مع نفسه. لكن لأقصى حد كان في مرضه كان بيجاهد أنه عايز يدي مواعيد ويحاول يجي الكنيسة، ينزل يحضر مناسبات، يحضر حاجات ويدي مواعيد رغم الضعف اللي هو فيه والتعب اللي هو فيه في الفترة الأخيرة، لكن يجي الصبح يبقى خلاص، يعني بيوصل لمرحلة صعبة جدا. وآخر فترة الأسبوع الأخير لما جه هنا المطرانية كان يدوب يومين بس اللي كان فيهم في المطرانية، يعني ما يعني بنسبة بسيطة، يعني كان التعب شديد برضه عليه، وحاول يعمل لقاء معانا، والصبح فوجئنا ان هو ركب محاليل وتعب وحالته تدهورت تاني. فهو رغم المعاناة اللي هو كان فيها كان بيجاهد بيقصو جدا على نفسه لأقصى حد ان هو عايز يخدم وعايز يروح وعايز يجي في كل، مش عايز يفوت اي مناسبه، لكن في النهايه كانت الجسد كان اضعف مما يكن، فبنقول صلواته لينا وربنا يعزي شعب الكنيسه كله. وتصابونا ربنا يعزيكم. طبعا سيدنا شفنا هو قد ايه كان مثال للصبر بالتعامل مع المرض. ودلوقتي هنكمل مع بعض، هيكون معانا أبونا توماس عدلي كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بالمنصورة. أبونا توماس ربنا يعزيكم جميعا. سيدنا عرفنا كتير إن هو كان محب وكان بيقدم المحبة بدون ما يحسب للمردود أو الناتج اللي هيعود عليه. كنا عايزين نعرف من قدسك أكتر عن المحبة اللي كان سيدنا بيقدمها. سيدنا الأنبا داود كان قمة المحبة، ومحبة كلها اتضاع وكلها وداعة. فعلا طبق قول السيد المسيح: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. ووقت صيامته من يد قداسة البابا شنودة المتنيح قال كده: أنا أسيم ليكم الأسقف الوديع والمتواضع. كان دايما يسميه الأنبا شنودة، يقول كده هو الأسقف الوديع. فعلا تعامل الأنبا داود في أبرشيط المنصورة بكل وداعة، بكل تواضع، بكل بساطة خالص، بساطة الأطفال. فعلا مواقف كتيرة خالص فيها اتضاع سيدنا الأنبا داود. تذكر
فمرة من المرات كان في أب كاهن ضيف كان مدعو لإلقاء عظة في المطرانية هنا. وفي الوقت ده كنت أنا مع سيدنا الأنبا داود في خدمة واجب عزة يعني لحد من إخواتنا المسلمين. فرجعنا المطرانية بعد ما خلصنا فلقينا مجرد سيدنا شاف أبونا خلص العزة ونازل فحوش الكنيسة فوريت لقيت سيدنا بينزل الأرض ويضرب مطانية لأبونا بالرغم كان أب كاهن سنه يعني صغير مش كبير وأبونا ده كسف خالص يا سيدنا العفو العفو زي سيدنا تديني مطانية زي سيدنا كان أمر زي يعني قمة الاتضاع. ومع هذا أحبائي كان سيدنا الأنبا داود يرفض أن أي أب كاهن أو شماس يديله مطانية كان يقول لا إحنا أخوات إحنا أخوات دايما كان على طول في لسانه يقول إحنا أخوات إحنا أخوات إحنا كهنوت واحد. حتى لما كان سيدنا يطلب مننا أي طلب كان يطلب باتضاع وبإنسانية قول لو سمحت قول أنا متأسف أنا تعبك والله يعوضك قول كلمات مؤثرة خالص مش بيطلب الطلب كنوع من أنواع الأمر أبدا كان دايما يطلب بقمة الاتضاع وبقمة الوداع بقمة المحبة. سيدنا يصلي لنا في السماء وإحنا يوم صعب خالص خالص النهاردة على كل أبرشية المنصورة وكل شعبها ومواقف كتيرة خالص خالص وتعاملات كتيرة مع سيدنا الأنبا داود كلها محبة وكلها بساطة وكلها اتضاع. كان قد إيه محب للأطفال أي طفل يقابله لازم ياخده في حضنه ويطبطب عليه ويحاول إن هو يلعب معاه ويهتم بالطفل ويديله وقت أكبر من أي حد كمان من الكبار ويحب الأطفال قوي 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 قوي. ربنا ينيح روحه ربنا ينفعنا بصلواته وشفاعته في السماء لأبرشية المنصورة كلها وكل أبائها وكل شعبها واثقين إن هو يشفع فينا أمام عرش الله. طالبين صلوات قداسة البابا توادرس كل الأباء المطرنة والأسقفة لتعزية الأبرشية كلها. أتسابونا ربنا يعزي أتسك ويعزي كل الشعب الأرثوذكسي. ده كان القانون الرسمي والقانون الأساسي اللي بيمشي عليه سيدنا الأنبا داود وهو إن المحبة لا تسقط أبدا. استكمالا لما بدأناه هيكون معانا دلوقتي أبونا ماركوريوس الفونس كاهن كنيسة القديسة مارينا والقديس كراس. طبعا فقدنا سيدنا الأنبا داود قامة روحية كبيرة وطبعا كان من المعروف عنه أنه هو نشيط جدا في خدمته. الخدمة هتفقد النشاط ده بالفعل لكن احنا كنا عايزين نعرف أكتر عن النشاط السابق لسيدنا في الأبرشية. هو سيدنا كان مهتم جدا بكل الناس وكان دايما على طول بيشجع ولاده على الخدمة وكان بيقدمهم في المقدمة علشان خاطر يخدمه وبصراحة كان بيهتم بكل نفس. يعني أفتكر مرة من ضمن المرات كان قبل الكهنوت وكان في اجتماع للكهنة وكنت شماس فيه وكان في مرض في من ضمن مرضات القداس نسيته سهوا أول مرة وكده لقيت سيدنا بكل محبة بكل اهتمام طلع الخلاجي وراح مشاور لي على اللحن أو على المرض علشان خاطر نقوله. حسيت بجد قلت إيه الاهتمام دوت حنين وربنا ينفعنا بصلواته ومهتم بكل الناس يهتم بالأطفال الصغيرين لما يجي يخش أي مكان ما في أي جلسة يعني جلسة أغابي أو كده قاعدين ما يقعدش إلا لما يخلي كل ولاده يقعدوا جنب منه وينادي الناس علشان خاطر يقعدوا جنب منه وما يسيبش فرض حتى الطفل الصغير كان يجيبه ويقعد على رجله وكان يهتم بيه. فطبعا احنا يعني هو بركة كبيرة وفقدناه وشعب الأبرشية فقدوا ربنا ينفعنا بصلواته بس احنا يعني عندنا إيمان إن هو في ورجاء إن هو بيتشفع لنا قدام عرش النعمة وربنا ينيح نفسه في فردوس النعيم وينفعنا بصلواته. ربنا ينيح روحه يتسبونا وربنا يعزيكم. السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب وده كان القانون وكان اللي بيحاول سيدنا إن هو يعمله دايما. غدا ستقام صلوات القداس الإلهي وصلاة الجناز على روح نيافة الأنبا داود الطاهرة طالبين من السماء ومن الله أن يعطينا جميعا التعزية نحن وشعب الكنيسة الأرثوذكسي بالجميع. والآن عودة مرة أخرى إلى استوديو ميسات.
مرة تانية بشكر عزيز داود وكل فريق العمل اللي موجود معاه دلوقتي في المنصورة، ربنا يعوضكم وإن شاء الله تقدروا تنقلوا لنا وقائع صلوات الجناز والعزاء وكل اهتمام الشعب في المنصورة. احنا بنعزي مش بس سيدنا البابا والمجمع المقدس والشعب ومجمع المنصورة، لكن احنا بنعزي مصر كلها الحقيقة، وبنعزي المنصورة في فقدان رجل وطني من طراز فريد بحسب ما قالت المصادر للصحافة، وأن علاقته كانت طيبة جدا بالمحافظة في المنصورة والقيادات الشعبية وكل المستويات من رجال الدولة هناك. طيب نخرج فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.